مساكم الله بالخير. بما أن عندي درب طويل فراح أرد على مجموعة من الأسئلة، راح أتكلم عن كم زاوية تقنية. الأمر الأول هو موضوع تحول الناس للفيديو. هذا الأمر سابقا ذكرته يعني من تقريبا 7 سنين لما طلع تقرير، الحين طلع تقرير ثاني يقول التقرير سيتجه الناس للفيديو القصير المقطع المنوع، وهذا اللي حصل بتيك توك. ولكن بالفترة الحالية في إشباع في السوق، صحيح إنه راح يستمر شوية، لكن الأمر يعتمد على سرعة الإنترنت. يعني إذا زادت سرعة الإنترنت ودخلنا على 6G راح تلقى يتم الانتقال للفي آر والإي آر. وخلني أعطيك جدول 6G، يعني مسوي جدول من زمان بس يعني ذكرت تبع الموضوع. الجدول التالي بس عشان تعرف الفرق ما بين 5G وال6G في السرعة. الوضع إنه في مدرستين، المدرسة تقول بأنه يجب الاعتماد على الأقمار الصناعية، المدرسة الثانية تقول يجب الذهاب لل6G لأنه أثبت ومجرب على نفس شبكات ال5G، يعني يقصد به أبراج ال5G. ولو أن كل ما يكون السرعة أعلى كل ما يحتاجون أبراج أكثر أو يحتاجون مدى أقصر، ولكن فعلاً 6G هو اللي المفروض يكون أعلى استابلتي لأن الليتنسي راح يكون أقل. الساتلايت سيستم ما أثبت المكان هذا، فأتوقع أن 6G قادم لا محالة. حتى شفتوا أنتوا المسؤول الصيني لما تحرشوا في إريكسون رد عليهم فيديو بأن 6G قائم أصلاً. كل ما تكون الدول مزحومة كل ما تبتعد عن تبني تقنيات أحدث، مو العكس. يعني إذا كانت الدول صغيرة وغنية تبي تتبني تقنيات تقدر تتبنها بشكل سريع لأن نموذج صغير. فمثلاً تواجد 5G بالكويت وقطر كان الأسرع بالعالم ذاك الوقت. يعني أنا كنت موجود بالصين واشتريت جهاز لينوفو 5 Z2 شغلة ما أذكره Z1. كان في 5G ولكن ما كان شغال بالصين أصلاً 5G، بينما كان شغال عندي 100% وأكثر. لأن أول الأجهزة اللي كانت نازل 5G كان اللي هو هواوي ميت 5G، إذا تذكرون الكبير 7 إنش، كان متوفر عندنا وشغال عندي بالكويت واشتغل عندي بقطر، لكن الأماكن اللي رحت لها الصين وغيره وأوروبا كان 5G غير موجود. الدول الأقل حجما تقدر تتبنى تقنيات بشكل أسرع. علشان الشركات تتبنى الـ VR والـ AR بشكل مناسب لازم يكون الجهاز جاهز، يعني لازم يكون في انترنت سريع ولازم يكون في مساحة داخلية عالية. طبعا الابلود والداونلود لازم يكون عالي، حتى الانبوت والاوتبوت والريد والرايت لازم يكون عالي. فهذه التقنيات تواجدها بالسوق جيد، ولكن تبنيها للنشر والشيرينج والمشاركة يعني ما راح يكون مناسب الا في حال تواجد ادوات الشيرينج، ادوات المشاركة اصلا اللي هي تواجد انترنت سريع وتواجد مساحات كبيرة. الحين مشاكل المنصات المغلقة مثل تيك توك هي البحث، سابقا انستغرام البحث، عدم ربط المنصات هذه مالت الفيديو القصير بمحركات البحث الكبيرة والاي اي حاليا ومستقبلا ما راح يساعد بانتشار المادة التعليمية. ترى في معلومة انا ما كتبتها اطلاقا وقلتها بس بفيديو، لقيت جوجل بارد مجاوب فشكيت، رحت بحثت عن الكلام هذا، انا ما ذكرته اطلاقا غير الفيديو ما ذكرته. اخذت الكلام نسخته بجوجل، بحثت عنه نسخته ببينج ما لقيته، انا متاكد اني مو كاتبه، لكن قدر جوجل انه يحلل اليوتيوب وترجم الماده ويحط لك بالانجليزي. هذا هو مستقبل البحث داخل الفيديو. طيب موضوع الاسئله عندك جهاز، اوكي يعني لازم تركب روم عبر اوديون يكون الروم كامل او في طريقه المسح. طبعا اول مره اجرب تركب روم عادي تحط بي دي اي موجود بsammobile.com. اخر شرح انا كنت شرح حق S22 اوتو، فراح تحتاج تركب روم من خلال اوديون من جديد. واي فاي 7 كم المدى؟ ادخل موقعي راح تلقى الجدول. واي فاي 7 يعتمد على 2.4 جيجا هرتز، 5 جيجا هرتز، 6 جيجا هرتز. فالمدى القديم مال N هو نفس المدى، والمدى مال 5 جيجا هرتز نفس الشيء، ال 6 جيجا هرتز راح يكون المدى اقل، فلا تتوقع ان المدى راح يكون اطول، هو المدى راح يكون اقرب شيء للان. الجدول موجود بموقعي او اكتب واي فاي 7 مسافه اكس 55 تلقى الجدول يبين لك. من يحتاج واي فاي 7؟ اللي يبي تشفير اعلى عنده اجهزه احدث، عنده كثير من انواع الاجهزه مثل ساعه ولابتوب وهاتف وغيرها، فتعدد الاجهزه والانتقال لتشفير وحماية أعلى
راح يكون حاجه الواي فاي 7. ليش شركات كبيره متاخره في المعالج؟ لانها ما تصنع معالج، يعني هي شركات سوفت وير وليست شركات هارد وير. يعني مثلا جوجل شركه سوفت وير 100%، ما كان عندها قطاع الهارد وير اللي هو موتورولا بعدها، يعني كان عندها فرصه انها تصنع نفسها، ما احسنت. مايكروسوفت نفس الشيء، شركه سوفت وير لما جت تصنع لوميا قاضوها الشركات اصلا باي حق انك انت تملكين نظام تشغيل وتبيعينه لنا وعندك جهازك اللي لما اشترت نوكيا. فتوقع ان المنافسه لها علاقه بالموضوع. العالم موازي صجونا بنظارتهم، هم صجوك لما سووا كتاب، هم سووا كتاب سعره $300 صجوك، ما تبيهم اذا نزلوا نظاره عاد. يا هلا فيك، اول ما سووا الفكره هو طبعا لا، يعني هم ما عندهم ولا فكره، هم اول ناس سووا. حتى المالتي تاتش ال جي اللي سوته، اغلب التقنيات اللي يا رجل حتى النوتش اندي روبن سواه، هم ما يملكون ولا شيء جديد، بس لان الجمهور نفسه متطرف وعاطفي ومغيب ما تقدر تقنعه بالكلام هذا. مو لازم تقنعه، بيني وبينك مو مهم، تصدق مو مهم تقنعه. يا واحد قدامك خلاص غمض، لا تقنعه، خله اريح. اخبار جوجل هواوي، ما في تصالح بينهم للحين. جوجل عندها يعني التزام بالقانون الامريكي، هواوي ما عدلت وضعها لا مع بايدن ولا مع ترامب ولا دفعت من تحت الطاوله ولا شيء. يا هلا فيك، سماعه سوني 5 الثانيه اللي بوز 700 ابرد من هذه ترى، يعني هذه وهذيك فيها اكثر من وضعيه لموضوع النويز كانسليشن. لا انا اشوف ان البوز 700 افضل من هذه حسب تجربتي، يعني لانهم جربتهم بالطياره جيده هذه ما فيها اشكال، بس راح ارجع ل 700. نسخ الفان اديشن جيده، يعني انا افضل استخدام نسخه فلاج شيب نازله سنه وعدم استخدام نسخه الفان اديشن لنفس السنه، لكن كيف. هاتف مناسب للالعاب، هاتف تابلت مناسب للالعاب، يعني لازم يكون بمعالج فئه عليا. اللي يقدم هذا الامر هو سامسونج تاب، تاب 8 سلسله 8 ولينوفو، الباقيين عاديين. في معالج 700 وغير من اوبو فيفو ون بلس، بس يجون بعد سامسونج. معالج بلاي ستيشن هو 1 و 2 3، ما ادري اذا كان فيه ولا لا. والله نقلتها انا على تويتر، لو تكتب محاكي مسافه اكس كيو 55 ممكن تحصله على تويتر، يعني لان المكان انا صدعت من التاكسي هذا، ف اذا وصلت فندق ممكن احط فيها. انتاج كتاب ترى مو شيء صعب، يعني انا كاتب رسالتي للماجستير حق الشباب، يعني مو شيء صعب وكتابه المصادر وغيره، لكن مشكله التقنيه انها جديده. يعني انا لو كتبت الكتاب هذا وجيت اقراه بعد سنتين راح انقد عليه، راح اقول شنو هالمسخره، لان التقنيه سريعه حيل وادراكاتك للتقنيه تكون احدث بشكل سريع. فبصراحه موضوع كتاب مقاله ممكن، لكن كتاب ما اشوف انه راح يكون علم، لان المجال حيل سريع. يا أنا فيك، والله كنت أفكر أنقل المنصة ثانية، بس سناب أفضل في موضوع الشرح، لأن أنا أحتاج 10 ثواني أو بالشكل هذا، علشان في حال تواجد خطأ بالمعلومة ما أقدر أرجع أعدلها، فهو مناسب للشرح هذا. ما حصلت هذا الأمر بمنصة مفتوحة تعطي إنفينيتي، يعني مثلا لما انتقلت إنستغرام وغطيت معرض لقيت إنه يحذف له العدد. فبصراحة ما لقيت شيء إلا أني أسوي منصة خاصة فيني مثلا، وما أتوقع أنه راح يكون لها حضور، لأن أنت شخص واحد بمنصة واحدة. ف يعني حتى يوتيوب جربته، يمكن أنسب شيء سناب لحين تواجد شيء نفسه. طلع أقوى إمكانيات سناب شات الإضاءة وأن الكاميرا تكون نظيفة، يعني احرص على أن الكاميرا أول بأول نظيفة، وزاوية الإضاءة هي اللي تقدم سناب شات بشكل جيد. طبعا S23 هو اقوى شيء على اجهزه اندرويد، بعدين تجي باقي الاجهزه الفلاج شيب الصينيه.